اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. عشر معلومات عن الإمارات. هذه الجنة الأرضية القابعة وسط الخليج العربي والتي تعد اليوم المقصد السياحي الأبرز في العالم، مع كافة أشكال الرفاهية والثراء والغنى والإبداعات المختلفة المعمارية والهندسية والبيئية والصناعية والتكنولوجية فيها، لتكون بحق الدولة الأكثر عصرية في الوقت الراهن. وما يزيد من غرابتها ما سوف نستعرضه من هذه الأمور العشرة التالية. المعلومة الأولى، يوجد في الإمارات قوانين للمحاكمة على الجرائم الإلكترونية، فأي عبارة أو رمز مخل بالآداب العامة يتم تبادله عبر وسائل التواصل سيؤدي بصاحبه إلى السجن. بالإضافة إلى كون القانون يعاقب كل من يتجسس على هواتف الآخرين دون إذن منهم بغرامة قد تصل إلى 300,000 درهم إماراتي. المعلومة الثانية، توجد في دبي أكبر مدينة للملاهي في العالم، تمتلكها شركة فيراري، تقع تحت سقف مساحته 200,000 متر مربع لتكون أكبر مدينة ملاهي مغطاة بسقف في العالم، تم افتتاحها في 24 نوفمبر من عام 2010. المعلومة الثالثة، تمتلك الشرطة الإماراتية أسرع السيارات في العالم من ماركات اللامبرجيني والفيراري، وقد تم دعم جهاز الشرطة فيها بهذه السيارات من أجل الإمساك بالمطلوبين، حيث لا توجد سيارة في العالم تستطيع مجاراة سيارات الشرطة تلك. المعلومة الرابعة، تمتلك دبي أجهزة صرافة عامة في الشوارع تستطيع من خلالها الحصول على أموالك على شكل سبائك ذهبية. المعلومة الخامسة، لا تمتلك دبي نظام عنوان بريدي، حيث يجب على المرسل أن يدل على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه عبر الشوارع والعلامات المميزة في المدينة. المعلومة السادسة، لا تمتلك دبي أنظمة للصرف الصحي، بل تقوم شاحنات أنبوبية بنقل الفضلات من جميع المدن. المعلومة السابعة، تم الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات على رجل بريطاني في دبي بعد العثور على ما مقداره أقل من حبة سكر من مادة القنب، هذا النبات المخدر، عالقة في حذائه، لكن تم العفو عنه لاحقا. المعلومة الثامنة، 11% فقط من سكان الإمارات هم السكان الأصليون العرب، ويحتل الآسيويون النسبة الأكبر حسب الترتيب التالي: الهنود، ثم الباكستانيون، ثم البنغلاديشيون. المعلومة التاسعة، إن التقاط صور الحوادث أو تصويرها فيديويا يعد وفق القانون الإماراتي مخالف وغير شرعي، حيث تصل عقوبة القيام بذلك حتى السجن المؤبد، مع غرامات تتراوح بين 50,000 إلى 3 ملايين درهم بالإضافة إلى الترحيل خارج البلاد. المعلومة الأخيرة، أعلى مبنى مشيد مسكون يقع حاليا في دبي تحت اسم برج خليفة، وهو بارتفاع 829.8 أمتار، وتصميمه مأخوذ من فرانك لوريد رايت الذي وضع التصميم في عام 1956، وقد دخل البرج موسوعة جينيس بذلك، بالإضافة إلى تقديم أكبر عرض للليزر في العالم عليه بأكمله في بداية السنة الحالية 2018. كانت هذه بعض المعلومات الغريبة والمميزة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمناها لكم من قناة الساحر. اكتبوا لنا في التعليقات، هل قمتم بزيارة هذه الدولة أم أنكم أحد سكانها بالفعل؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدة من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.